ولا خوف على الليرة السورية ولا على سوريا خلال هالسبعة أشهر اللي جايين، لأنه الحل حيكون خلال هالسبعة الأشهر اللي جاية. سوريا خلال الأشهر القادمة أمام مشهد دبلوماسي جديد، وذلك من خلال إعادة فتح جميع السفارات والقنصليات العربية والأجنبية على الأراضي السورية، مما سيجعل سوريا على عتبة أبواب المزيد من الاستقرار وإعادة الإعمار وجلب الاستثمار، وبمشاركة أكثر من دولة عربية وأوروبية